بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، مرحبا بكم في قناة رقية من القرآن ناصر الزيدان الغامدي، وهذه رقية بآيات السحر. All dears welcome to رقية from Quran channel for شيخ ناصر زيدان الغامدي، and this is آيات from Quran كريم about magic. This is Ruqya specially for magic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل سحر قديم ومجدد ومتابع. حسبنا الله ونعم الوكيل على جميع أنواع السحر وأشكال السحر. حسبنا الله ونعم الوكيل على جميع أشكال السحر وعقد السحر وطلاسم السحر. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر للتفريق والأذية والأمراض. اللهم ابطل أسحار التأثير والأذية والأمراض. اللهم ابطل أسحار التأثير والأذية والأمراض. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ابطل كل أسحار قديمة مجددة ومتابعة. اللهم ابطل أسحار قديمة تعقدت وتربطت وتحجرت. اللهم ابطل السحر وابطل مفعوله. اللهم ابطل مفعوله وفك عقده. اللهم فك عقده. اللهم حل عقده. اللهم احلل عقده. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انزع عقد يا حي يا قيوم مغروس. اللهم انزع عقد مغروسة من السحر. اللهم انزع عقد مغروسة قديمة من السحر. اللهم انزعها يا حي يا قيوم للأمراض والقتل. اللهم انزع العقد القديم الخبيث. اللهم أبطل كل سحر يجدد بالليل والنهار، يتابع بالليل والنهار، ينشط بالليل أو النهار. اللهم أبطل سحرا بالقرابين. اللهم أبطل سحر بالقرابين للشياطين. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر من رجل أو امرأة. اللهم أبطل أسحار الرجال والنساء. بسم الله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً.
يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما كنتم تجزون ما كنتم تعملون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ابطل أسحار يا حي يا قيم متعلقة بوقت أو زمن معين. اللهم ابطل أسحار بالأسماء. اللهم ابطل أسحار بأسماء الأمهات والعوائل وأفراد العائلة. اللهم ابطل أسحار للتعذيب. اللهم ابطل أسحار للكرب والشدة والكآبة والاكتئاب. اللهم ابطل أسحار الفقر والفشل. اللهم حل كل عقدة سحر قديمة عنيدة من زمن طويل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل أسحار قديمة عميقة غائرة. اللهم ابطل أسحارا قوية مثبتة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر فرق بين الخطيبين. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر فرق بين الخطيبين والمتملكين. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر فرق بين الخطيبين
والمتملكين والمتزوجين، اللهم ابطل أسحار الأزواج، ابطل أسحار بين الأزواج، ابطل أسحار بين الأزواج قديمة قوية فرقت وسببت الطلاق، الطلاق والتفريق والعداوة، اللهم ابطل أسحار الكره، أبطال أسحار الكره، اللهم ابطل أسحار الكره الخبيثة، اللهم يا حي يا قيوم ابطل أسحار فرقت بين العوائل والأصدقاء والصديقات والأقارب، اللهم ابطل أسحار، اللهم ابطل أسحار يا حي يا قيوم لضعف الشخصية والهوان والذل والاحتقار، بسم الله، الله أكبر ولله الحمد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف ما يأفكون، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة، وألقي السحرة ساجدين، ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل سحر نسخ من كتب السحر وسحروا به المسلمين والمسلمات، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل أسحار الأذية، اللهم ابطل أسحار الأمراض، اللهم ابطل أسحار السرطانات والتليف والنزيف، اللهم ابطل أسحار السرطانات والتليف والنزيف، اللهم ابطل أسحار العقم، العقم منع الحمل، منع الحمل والزواج، منع الحمل والزواج، اللهم ابطل أسحار على طلب الرزق وطلب العلم، طلب الرزق وطلب العلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على أسحار الجنون واختلال العقول، اللهم ابطل أسحار الجنون واختلال العقول، اللهم ابطل أسحار الخمول والكسل، الخمول، الخمول والكسل، وعدم الحركة، وعدم الحركة، وأسحار الشلل، 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 بسم الله، اللهم ابطل جميع أنواع السحر، بسم الله أرقيكم بجميع آيات الله، بسم الله أرقيكم بجميع آيات السحر، بسم الله، بسم الله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، فقال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عن الذين آمنوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل أسحار القبور، اللهم ابطل أسحار القبور وجثث الموت، اللهم ابطل أسحار القبور وجثث الموت، اللهم ابطل أسحار في القبور قديمة عاف عليه الزمن، اللهم ابطل أسحار في الدمية، اللهم ابطل أسحار في الدمية والملابس، اللهم ابطل أسحار بأثر الملابس والشعر والصور وآثار
الدورة اللهم ابطل أسحارا بالشعر 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 والملابس والصور معقودة على الصور من الملابس معقودة بالأسماء أسماء الأسماء حسبنا الله ونعم الوكيل. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد. اللهم اخرجه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم عليك بخدام السحر حراس السحر اللهم عليك بكل سحر ينشط في الليل والنهار والضحى. اللهم ابطل أسحارا قديمة قديمة مربوطة بإحكام. اللهم حل عقد السحر المشروب والمأكول. اللهم ابطل أسحار مرشوشة مرشوشة عند الأبواب والطرقات والعتبات حسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي في الله اسمعوا المقطع كاملا حتى تستفيدون ولا تنسوا الاشتراك في القناة. شافاكم الله وعافاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.